صفية محمد صلى الله عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم عانى من فرحات الانتصار على الأعداء، وعانى أيضا من حزن الهزائم وما أصاب المسلمين في غزوة الخندق الذي أصابهم من الحزن ومن الوجل ومن الشدة ومن الضيق في أحد. في أحد حزن الرسول حزنا شديدا على عمه، قتل عمه، هو أصيب. كلها في الدنيا لا تصفو لأحد، الله أكبر. لو كانت تصفو لأحد صفيتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم، ما صفيتنا. الصفاء الدنيا، الدنيا دائما هي دار شقاء ودار ممر وغير مقر. ودار عمل. الراحة في الفردوس الأعلى من الجنة، في جنات الخلد، هذه اللي فيها الراحة. من الفائز الصحيح الذي نجا من النار ودخل الجنة، هذا فاز، هذا الفوز العظيم، هذا الفاز، هذا الفوز العظيم. اي والله هذه تمر ولا تضر، وهذه هذا الفوز مقره في الدنيا. العمل الذي تقوم به في هذه الدنيا هو الذي يؤدي بك إلى الفوز عند الله سبحانه وتعالى بتقويه ورعايته إلى جنات الخلد. الله أحبك. لأن في الآخرة والدنيا هذه دائما حزينة، يحزن الإنسان مصائب الموت، مصائب الأمراض، مصائب الحوادث، ما أصاب أهل جدة حزننا له، وهو جدة وهو خير من رب العالمين، لكن أحزننا وضاقت صدورنا وتألمنا لما أصابهم، وهو من الله سبحانه وتعالى. الدنيا هي الدنيا، فالدنيا هي دار الممر وليس دار المقر، وهي دار المصائب والعمل، فيها مصائب. لكن هالمصائب التي تصيبك إن ثبت عليها وشكرت الله سبحانه وتعالى الله، ولم تجزع، أثبت وأجرت عليها. هذه وصية الأنبياء ما شاء الله. جزعت وتألمت وتشاهمت فإنها تصير ضدك، لأن ما كتب لك فيها أجر، ما يستفيد. فهذه كل الأحداث اللي تصير حولك، كل اللي يريد السعادة والفرح والسرور، ونسأل سبحانه وتعالى أن يجعل حياتنا كلها فرح وسرور وسعادة، ويبعد عنا الشقاء ويبعد عنا الأحزان والمصائب كلها. لكنها هذه من مبتليات الدنيا، ما فيه راحة إلا عند الله سبحانه وتعالى في جنات الخلد، هذه اللي فيها الراحة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوصلنا إليها. وهذه الراحة السعادة الأبدية تحتاج إلى عمل في هذه الدنيا. الحمد لله. حافظة على ما افترض الله سبحانه وتعالى على ابن آدم، ما جاء في الحديث القدسي يرويه محمد صلى الله عليه وسلم عن ربه: إن أحب ما تقرب إلي عبدي به ما افترضته عليه. الذي افترضه الله سبحانه عليك فأته، هذا بالمقدمة، نعم، فأته كاملا، لا تنقص منه شيئا. وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع الذي يسمعه، بصر الذي يبصر به، ورجل التي يمشي بها، ويد التي يبطش بها، حتى الله سبحانه وتعالى يوفق، حتى يرفعك في عليين وتصل إلى مبتغاك وهي الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، والدينا والمسلمين أجمعين، وأن يغفر لنا ولكم، ويثيبنا على ما أصابنا من هذه الدنيا أجر وغنيمة. الحمد لله رب العالمين. أن تحمد الله سبحانه وتعالى على كل الأمرين، إن أصبت خيرا فاحمد الله، وإن أصابك شرا فاحمد الله، لأنها من الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف هذه الأمور، ونحن راضين بما كتب الله لنا. الرضا ما شاء الله. الحمد لله رب العالمين. يا هلا والله. تعليق على شيء ولا لا؟ أبدا يا دكتور، ما عندي أي شيء تعليق عليك.